السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلص معاكم محمد نور الدين موعد مباراة منتخب قطر الشباب تحت 20 سنة أو منتخب استراليا للشباب تحت 20 سنة اليوم بإذن الله تعالى اليوم اليوم الثلاثاء الموافق سبعة تلاتة مارس ألفين المباراة بإذن الله تعالى بين قطر واستراليا ميعادها اليوم الساعة واحدة ظهرا أو مساء بتوقيت قطر ومكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا المباراة معادة الساعة آه زي ما قلنا كان الساعة اتنين ظهرا او مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان والساعة اتناشر ظهرا بتوقيت آه مصر وليبيا والسودان والساعة حداشر صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة عشرة آه صباحا بتوقيت جرينتش شامورو القناة ناقله كلها المباراة قناة اس اس سي سبورتس اتش دي ون الاولى المعلق عبد العزيز الصبر قناة الكاس اتش دي تسعة القطرية والمعلق سمير وبي وبين سبورتس اي اف سي والمعلق حسن العدروس وقناة أبو ظبي ياسر الاولى المعلق فهد عبد الرحمن وقناة دبي ياسر الاولى المعلق سلطاني اليعقوبي متابعين الكرام الملعب المباراة في أوزبكستان ملعب الاستاديار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعة اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو معكم محمد نور الدين نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته